تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. إذن في هذا البرنامج مثل ما عودناكم نحن ما خبركم على أرقام التواصل معانا، لكن اليوم معانا في بتشاركني التقديم دكتورة بدرية الحربي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم نور وسرور وصباحكم حب وسعادة وطمأنينة. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وأهلا وسهلا فيك أخوي محمود، يشرفني أن أكون وياكم اليوم في البرنامج. شرفنا دكتورة. شكرا تسلم. خلينا نذكر مستمعين بأرقام التواصل عندنا. أرقام التواصل 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006 وبعد الانستغرام على نور دبي. نور دبي. وطبعا نحن سؤال حلقتنا اليوم عندنا كل يوم سؤال دكتورة عليه 500 درهم. خلاص اسأل السؤال انا. اوكي انزين. ركزوا وياي مستمعينا، من فوائد الصيام الصحية؟ يساعد الصيام على تعديل نسبة الدهون في الدم، 1-2 يساعد على التخلص من التوتر والقلق، 3 يساعد الجسم على التخلص من العديد من السموم والمواد الضارة، 4 كل ما سبق. انزين اختارونا إجابة واحدة، ويا ريت الإجابة فقط تكون على الرسائل النصية اللي هي 4006. إذا نستقبل الإجابات فقط على 4006، واللي على السوشيال ميديا طبعا في عندنا مسابقات ثانية عبر حسابات هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA_Dubai. ناخذ البارحة بدت البطولة الرياضية عندنا في هيئة الصحة بدبي، فبيكون معانا عبر الهاتف إن شاء الله حمزة عباس رئيس اللجنة الرياضية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير حمزة. صباح النور. صباح النور يا محمود. حمزة طبعا اللي ما يعرف الجناح الطائر حق منتخبنا. سنة كم حمزة كنت في المنتخب؟ ثمانينات. في الثمانينات. بعدك صغير. بعدك صغير. لا. زين حمزة خبرنا عن الفعاليات الرياضية اللي منظمينها في رمضان للموظفين موظفي الهيئة. في البداية بغيت أهنيك على شهر رمضان الكريم، كل عام وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير. آمين. بخصوص البطولة الرمضانية، نحن في هيئة الصحة دائما نهدف إلى توفير نوع من السبل الترفيه المناسب لموظفي الهيئة خلال شهر رمضان أو باقي أيام السنة خلال الأنشطة الرياضية المقيمة. وبعد ما جهزنا نحن ملاعب الهيئة الحمد لله بدعم من مدير العام الهيئة الأخ حميد القطاني ودعم إخواني في اللجنة الرياضية، تم تجهيز كل ملاعب الهيئة الحمد لله، كرة القدم وملعب الطائرة والسلة والتنس الأرضي ملعبين، وبالتالي صار هناك عند الهيئة نوع من أنشطة رياضية ممكن تسوي فعاليات حق الموظفين. نحن في اللجنة الرياضية ارتئينا خلال السنة في شهر رمضان نعمل عدة فعاليات لموظفين عشان نطلعهم من جو روتين العمل، نخلق بينهم نوع من تعزيز العمل الجماعي، ونبذل بالجهود من أجل تنظيم برامج رياضية مختلفة عندنا للموظفين الهيئة، وحتى في مستقبلا إن شاء الله بيكون لأطفال الموظفين والموظفات اللي يمارسون أي أنشطة يبونه في ملاعب الهيئة. أما بخصوص بطولة رمضانية، إحنا عملنا بطولة في كرة القدم جميع القطاعات والمستشفيات، وأنا أشكر جميع المدراء التنفيذيين لدعمهم لهذا النشاط الرياضي ومشاركة موظفينهم في البطولة بكرة السلة وكرة القدم. وبجانب هذا نحن سوينا نوع من نوع الترفيه
للموظفين في المكتبة الطبية في لعبة بلياردو وبيبي فوت وتنس طاولة وبعض الأشياء الثانية ألعاب خفيفة. كل هذا عشان نوع من الترفيه للموظفين يكونوا في هذا الشهر الكريم يكونوا يمارسون النشاط الرياضي في هيئة الصحة. حتى إحنا إن شاء الله بعد شهر رمضان في هذه الفعاليات مقامة إن شاء الله على طول في خطط عمل موضوعي من قبل اللجنة الرياضية بخصوص الموظفين. ممتاز حمزة عفوا كم انغلبنا البارحة؟ نحن تذكر نتيجة الإدارة العامة؟ والله فريقكم وايد قوي، انهزمتوا في 4-5 كذا بس والله ما اتذكر. طول عمرك، جزاك الله خير يا حمزة. فرص جاية يعني ان شاء الله. لا بعد الفرصة قائمة، بس نحن لان الفريق ناقص كان عندنا. عموما جزاك الله خير اخوي حمزة عباس رئيس اللجنة. قبل ما تفضل حبيت أقول لك أول شيء أنت أخي محمود مشكور لدعمك اللجنة الرياضية في إدارة الإعلام والتسويق المؤسسي عندنا بجانب إخوانك كلهم ما مقصرين، ورأسهم الأخ غانم الوفاء الأخ العزيز هذا دائما داعم للجنة الرياضية، وإخواني في اللجنة الرياضية أقول لهم شكراً بل ما مقصرين وكل من يدعم هذه اللجنة. حد كاتبني شباب حمزة. اي طبعا سلام اهلي دبي. يلا جزاك الله خير يا حمزه ما قصرت، مشكور. كان معانا عبر الهاتف الكابتن حمزه عباس والاستاذ حمزه عباس رئيس اللجنه الرياضيه في هيئه الصحه بدبي. طيب دكتور، نحن ما عندنا وقت نقرا الخبر، لكن عقب الفاصل ان شاء الله بنقرا الخبر اللي محضرينه اذا كان عندنا وقت. اليوم حلقتنا وايد فيها اشياء أكيد وأشياء ممتعة يعني، وتهم كل الحوامل خاصة في شهر رمضان. طيب يكونون معنا إن شاء الله ضيوفي البرنامج، بتكون معنا الدكتورة أمل القدرة استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى لطيفة، وأيضا ست البنات مكية أخصائية التغذية العلاجية في مستشفى لطيفة. موضوعنا الرئيسي اللي بنتكلم فيه بعد الفاصل الحمل والرضاعة والصيام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا متواصلين معاكم على الأرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. وأيضا دكتور بدرية لو تذكرينا بسؤال المسابقة. إنزين نعيد سؤال المسابقة. من فوائد الصيام الصحية، يساعد الصيام على تعديل نسبة الدهون في الدم، أو يساعد على التخلص من التوتر والقلق، يساعد الجسم على التخلص من العديد من السموم والمواد الضارة، آخر شيء كل ما سبق صحيح. يلا جاوبون عشان تحصلون على 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة. صحيح. السلام عليكم، حبيت أعرف ليش مو بكل العيادات الخاصة تأخذ بطاقات التأمين الصحي في دبي سواء سعادة أو عناية الخاصة بحكومة دبي. طبعا في كل شبكة تأمين أو كل شركة تأمين لها شبكة من العيادات للعلاج، فلازم تعرف أنت شو الشبكة اللي عندك، وين العيادات اللي تزودها. وبالنسبة لسعادة يا جماعة الخير، إذا حد عنده أي اقتراحات ممكن يتواصل معهم على أساس أن يضيفون عيادة معينة أو شغلة أو مركز معين ضمن الباقة، يعني ممكن الجماعة هم يشوفون الشيء الأفضل في هذا المجال. الشيشة والمدواخ ليس أقل ضررا من السجائر، أثبت فريق من الباحثين في الجامعة الأمريكية في الشارقة بأن منتجات التبغ البديلة مثل الشيشة والمدواخ ليست أقل ضررا من السجائر. وأظهر بحث أجري في الجامعة على مجموعة واسعة من منتجات فحم الشيشة، تبغ الدوخة، التبغ المختلط مع أعشاب وتوابل ويستخدم في المدواخ، وجود آثار معادن مثل الحديد، الرصاص، الكادميوم، ما أعرف شو يعني، والكروم والكوبالت والمنغنيز بتركيزات مماثلة للسجائر إن لم تكن أعلى منها. ويتضمن الدخان المنبعث من مجموعة واسعة من المركبات التي تشمل مواد مسببة للسرطان والمواد المسببة للاكتئاب، والتي يمكن أن تؤثر في صحة الإنسان بشكل سلبي. دكتورة يعني طلعت فيها بلاوي هذه الأشياء. هي أكيد صحيح، إحنا نسمع دائما الناس يقولون بنوقف السجائر وبنصير للتدخين والشيشة. طبعا هذا شيء غلط يعني، لأن أوقات تكون الشيشة هي يعني أخطر بعد. أخطر صح. إحنا دائما نقول التوقف عن التدخين هو أحسن وأمثل حل يعني.
وفي رمضان فرصة أن الواحد يوقف عن السجاير وعن الشيشة، لأنه أنت 12 ساعة 14 ساعة صايم، تعود نفسك يعني. صح. طبعا اللي تتكلم توه هذه الدكتورة أمل القدرة، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة، وأيضا معانا في الاستوديو، بس جربي من المايك يا ست البنات، من المايك هذا زين، ست البنات مكي أخصائية تغذية العلاجية بمستشفى لطيفة، صباحكم الله بالخير. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم وفي نور دبي، وكل سنة وأنتم طيبين وصوم وتفطر على خير وانت بصحة وسلامة. طيب موضوعنا الرئيس اليوم نحن ما نتكلم عن التدخين على كثر ما نتكلم على موضوع الحمل، الرضاعة والصيام دكتورة. ها إيه. إن شاء الله. لو مثلا قبل شهر رمضان أول ما يبدأ نعرف أن إحنا المرأة الحامل حالة تخص عن باقي الناس، صح؟ طبعاً. ففي هناك في استعدادات معينة على المرأة الحامل تستعد فيها، فلو دكتورة بس تخبرينا يعني أهم الاستعدادات وكيف تستعد لأشياء. طبعاً يعني. المرأة الحامل يجب العناية فيها من جميع في جميع الحالات. نقسم إحنا الحمل عادة إلى ثلاث أقسام، ثلاث شهور الأولى والثلاث شهور الوسطى والثلاث شهور الأخيرة. ففي كل فترة من الحمل يكون له بعض الخاصيات اللي قد تصيب المرأة الحامل. على سبيل المثال وليس الحصر، في بداية ثلاث شهور الأولى يكون هناك الإقياء الزايد، يكون هناك المرأة متعبة ومرهقة ولا تستطيع يعني تتغذى بطريقة جيدة، فبالتالي إذا كان هناك الزيادة في القيء والاستفراغ واللوعة، وإذا صاحبها أن يكون وياها الديهيدريشن اللي هو الجفاف، فبالتالي يجب عليها أن لا تصوم. يعني إحنا ننصح المرأة الحامل اللي يكون عندها جفاف، طبعا هي محتاجة للأغذية، محتاجة للسوائل، محتاجة أحيانا للسيلاين، التغذية عن طريق الوريد بالسوائل، فبالتالي لا يصح لها. يعني دكتورة ممكن هذا الشيء يؤثر على جنينها؟ يعني هو قد يؤثر عليها أكثر من الجنين، يعني الجنين بياخذ منها المعادن ومن جسمها ومن الحديد، بس هي تتأثر أكثر. فإذا كانت أمورها طيبة وإذا كانت تغلبت على هاي الفترة وما عندها أي مشاكل، أحيانا بعض الحوامل الحمد لله والشكر يكونوا أوكي، يعني ما يكون لا تحس بأي مشاكل، تكون فترة الحمل تمر بسلام. وبالتالي إحنا لازم نعرف إنه فترة الحمل، المرأة الحامل أو الحمل عبارة عن حالة فسيولوجية وليس مرض. صحيح. ولكن التغيرات الهرمونية اللي تمر فيها الحامل هي التي تؤثر عليها، فهي تغيرات هرمونية ممكن تؤدي إلى مثل ما سبق أنه بعض القياء والجفاف لصاحب المرأة الحامل. لكن إذا لم يكن هناك، فإذا هي استطاعت أنها تصوم الحمد لله، يعني حسب حالتها. حسب حالتها طبعا. طيب دكتورة ناخذ بس الأسئلة السريعة اللي وردتنا عبر حساب نور دبي. سؤال الدكتورات، ألام الظهر للحامل، شو اللي نقدر نسويه لتجنبه؟ حرمتي حامل ويجيها ألم في الظهر، شو الحل؟ بالنسبة لألام الظهر قد تكون مصاحبة للحامل لوجود الحمل وضغط وزن الحمل بالجنين والمشيمة والسوائل الموجودة في الحمل، وزن الحمل نفسه يأثر على العمود الفقري. فممكن إحنا نعطي بعض البنادول، ممكن نعطي بعض الكريمات أو الجل على الظهر، لأنه بعض الحوامل طبعا إحنا نحاول إنه ما نعطيهم إبر أو نعطيهم مسكنات يعني كثيرة. جميل. طيب احيانا ما ادري اذا انت تقدرين تجاوبين على هذا السؤال، يقولون عن حبوب منع الدورة للنساء، شو رايك فيها دكتورة؟ او حبوب منع الحمل، منع الدورة في رمضان، يعني عشان في ناس يبون يصومون الشهر كامل. طبعا هو لازم تكون عن طريق وصفة طبية من دكتورة نسائية، لأنه بعض الأحيان تكون هناك يعني بعض العوارض الجانبية لهذه الأدوية على هذه المرأة، يعني فما يجوز إنه إحنا مرة نروح على الصيدلية وناخذ هذا الدواء ونقول خلاص إنه إحنا نوقف الدورة. وفي نفس الوقت أنا أحس إنه الله سبحانه وتعالى يعني شرع إنه الدورة تكون هاي حاجة فسيولوجية، فخليها تيجي يعني. لكن إذا حاولت مثلا، أنا أحيانا أوصفها لبعض
النساء اللي بيروحوا العمرة مثلا انه يعني عندهم ظرف معين. صحيح. ما في مشكلة اذا كانت فحصت من طبيبة نسائية وكانت ما تضرها، لان بعض الحالات اوقات يعني يوم ياخذون الحبوب هذه بعدها بكم الشهر يعني او بعد الشهر هذا تخربط عندهم الهرمونات والشغلات. طيب احنا نقول ده نتجنب يعني وخلاص، يعني نحاول نكون دائما في يعني الركن الامن يعني ما نعرض عمرنا للمشاكل. طيب محمود، سؤال بعد اللوع اللي تصاحب الحمل، متى تروح وكيف تتجنبها الايام في لوع بعد الحمل؟ ها يمكن تكون بتخصنا شويه. اي تفضل يا دكتوره. يمكن بالنسبه للوع طبعا هي فتره التغيير الفسيولوجي اللي بيحصل للحوامل كلهم، اللي هي تغيير في الهرمونات، تغيير في الانزيمات، وتحصل هاي اللوع. بس احنا بنقول بالنسبه للتغيير اللي بيكون في خلال ال 12 اسبوع هاي تغيير طبيعي، بس يعني برضو في معالجه له على اساس انه يكون بصوره شويه اخف، ما تكون هنا حاده، اللي هي مثلا تبتعد عن الدهون في اكلها، تبتعد عن السكريات، تبتعد عن العصائر، الحاجات الزي دي، بالتالي هي بتكون شويه خفيفه يعني عليها. و زي يعني انت الحين ذكرتينا بسؤال وايد مهم، يعني دائما يسالون يعني شو بالنسبه لتغذيه الحامل في شهر رمضان، يعني لو تعطينا بس اهم النقاط مثلا، شو الاشياء اللي هي تركز عليها مثلا على الفطور على السحور بتكون مغذيه لها ولجنينها؟ يعني هذا وايد مهم، لانه هو شو يعلق احمد يقول لانه اخر شيء انا اللي بتلوع كبدي، مع العلم ان هذا اول حمل. فالله يتمم على خير. الله يتمم الله يتمم على خير ان شاء الله. لا بالنسبة للحامل يعني أنا بشوف الأم هي مش إنها هي نص المجتمع، هي الأم هي المجتمع كله. يعني إذا كان إن إحنا قدرنا هاي القصة يعني من بداية الوحدة هي حتى ما تتزوج، يعني في ناس كتير بيعملوا رجيم قاسي بيعملوا هنا، بالتالي بتكون ناقصة كتير من العناصر الغذائية وهي داخل الحامل، أو أحيانا تكون مثلا عاملة تمشي ناس نترشيا هون زادوا ويتعمل يعني نقص في الوزن، وهي كان يعني طريقة صحيحة على أساس إنها هي عايزة تحمل يعني بلان للحمل. بس في النهاية لما تجي تحمل وينهاي المفروض إنه تعمل فحص كامل على أساس كل التكوين بتاع الدم بتاع الهيموغلوبين بتاع الكالسيوم الحديد هاي الأشياء، حتى إنها تدخل الحمل بطريقة شوية آمنة وسليمة. يعني في البداية تنصحينهم أنهم يسوون الفحوصات الشاملة الفحوصات الشاملة إذا في أي نقص. وطبعا في ناس يعني بالنسبة للتغذية كثير إحنا بتلاقينا مشاكل سوى التغذية. جميل. طيب نحن من نستكمل الحوار هذا بس ما نطلع فاصل، قبل الفاصل دكتورة نذكر بسؤال المسابقة. زين، سؤال المسابقة، من فوائد الصيام الصحية، يساعد الصيام على تعديل نسبة الدهون في الدم، أو يساعد على التخلص من التوتر والقلق، أو يساعد الجسم على التخلص من العديد من السموم والمواد الضارة، أو كل اللي قلناه صحيح؟ لو سمحتوا الإجابة فقط بنستقبلها على الرسائل النصية 4006 4006. وأيضا السلام عليكم، صباح الخير، سعدت أني كنت الفائز لديكم البارحة لكن للأسف لا أعرف كيف استلامها. محمد نجيب عبد الكريم، وشكرا جزيلا سلفا. محمد بيتصلون فيك إن شاء الله، نحن الفائزين على نهاية البرنامج بيتصلون فيك وبيخبرونك كيف تستلم الجائزة في أقرب فرصة. عموما فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. إذا أرقام التواصل معنا 600551414، وعلى طريق رسالة نصية بعد نستقبل إجابات السؤال اليوم. سؤال اليوم شو يقول دكتورة؟ نعيد سؤال اليوم، نقول مفوايد الصيام الصحية، يساعد الصيام على تعديل نسبة الدهون في الدم، أو يساعد على التخلص من التوتر والقلق، أو يساعد الجسم على التخلص من العديد من السموم والمواد الضارة، أو كل ما سبق صحيح. الإجابة فقط على 4006. 10 دقائق ومنوقف استقبال الإجابات ومنختار الفائز معانا ب 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. أذكر بضيوفنا في الاستوديو طبعا دكتورة أمل القدرة، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي، بمستشفى اللطيفة عفوا، ومن مستشفى اللطيفة ست البنات
مكي أخصائية التغذية العلاجية. وحياكم الله ضيوفنا مرة ثانية. إنزين نرجع لموضوعنا اللي إحنا تكلمينا عن التغذية المرأة الحامل خلال شهر رمضان. إذا شو بالنسبة للمرأة المرضع خلال الشهر هذا، شو الأهم النصائح اللي ممكن تعطونا إياها، النصائح اللي تفيد تغذية المرأة المرضع؟ طبعا المرأة المرضع هي بتكون نفس التغذية حقتها هي أثناء فترة الحمل، بس بكمية شوية أعلى أو زيادة، وكثير من السوائل. طبعا عندنا بالنسبة للفطور لازم يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي هي بما فيها مثلا الكربوهيدرات، اللي هي مثلا التمر، عصير يكون مثلا فريش، بالإضافة يكون مثلا اللبن أوروب هنا. بعدك بيجي الطبقة المين ديش، اللي هو بكون مثلا إذا كان لحمة أو سمك أو دجاج بروتين، بالإضافة إلى كان مثلا في عيش أو خبز أو أي نوع من أنواع النشويات، بالإضافة لأنه يكون في كثير من الخضروات على أساس أنه برضو ضرورية، والفواكه يمكن تكون في التمر وفي إنزين. أنتوا تنصحون المرأة الحامل مثلا أو المرضع مثلا بين فترة الفطور لين السحور كيف تكون تغذيتها؟ هل هي تقسم الوجبات يعني على حسب أو هي إذا كان هي من الفترة الأولى حقة الرضاعة مثلا؟ طبعا عندنا 6 شهور دي بتكون يعني البيبي بيكون لصيق يعني أول رضاعة كاملة 100%. الحالة دي إذا كان قدر لقيت روحي إنها مثلا ما بتقدر ترضع يعني أثناء النهار وهناي ممكن تفطر. الأشياء الثانية لما تكون في فترة الصيام إذا هي صامت المفروض توزع اليوم كل أو في الفترة الباقية دي إنها توزع الوجبات بتاعتها يعني وتكتر كمية السوائل، إذا كانت في شكل مثلا مية أو إذا كانت في شكل مثلا حليب أو لبن أو روب، وبالإضافة للعصائر بس ما تكون العصائر المسكرة اللي هي هنا، وبالتالي بترضع الطفل في كله بين الفترة والأخرى بالفترة والأخرى. وحتى إذا حست إنها هي مثلا عندها كمية زيادة من الحليب ممكن تحتفظ بيها تشطفها وتاخدها لفترة النهارية على أساس إنها إذا ما بتقدر تضبط. ممتاز. إنزين لو نرجع لدكتورة أمل، الحين أنت قلتينا في بعض الحالات إن المرأة الحامل مثلا ما تقدر تصوم، زين ممكن تذكرينا بعض الأمراض اللي تشكل خطر على هاي المرأة يعني اللي طبعا من أهم الأمراض اللي بتصاحب الحمل، وتكون احنا نكون كدكاترة نسائية كمان وننصح المرأة الحامل انه هي تراعي الاكل بالصحي طبعا، وتلتزم بالحمية مثل مثلا مرض السكري او السكر الحمل اللي يصيب الحوامل، بالذات اذا لم يكن منتظم، بالذات اذا كانت الام تحتاج لانسولين، ابر الانسولين تحتاج المرأة انها تكون على تغذية خلال 24 ساعة، لا يجوز انها تكون مثلا تصوم، فاحنا نمنعها من الصيام خوفا عليها على صحتها وعلى صحة الجنين طبعا، لأنه مو بس الارتفاع السكر هو الخطير، ولكن السكر إذا نزل مع الإنسولين بعد خطير جدا على الأم وعلى الجنين. يعني لازم هي المرأة الحامل يعني هي تعرف للأعراض، شو الأعراض اللي تخليها تفطر مثلا أو أنتوا مثلا؟ طبعا إذا حست بدوخة أو إذا حست مثلا بعرق زيادة أو إذا حست بتعب إرهاق شديد، هاي الأعراض لازم إنها تكون تفطرها يعني. جميل، ناخذ بس هذه المداخلة. ألو مصطفى، يا هلا تفضل يا سيدي. مرحبا، رمضان كريم علينا وعليك، اختصر يا علينا عليك. بس مسألة الدكتور بتاعت التغذية، عند زوجة الحامل وبعدين راجعتها وعندها وزن زايد 3 كيلو، ما بتاكل زيادة، ما بتاكل مثلا البيض السمك، والوزن زايد بس بتشرب عصائر المنقل في ريش البتاع. طيب الوزن زايد، هل تعمل شنو هي في الخامس؟ متأكد انت يمين يسار يمكن ما اخذ شيء من المطبخ؟ لا طيب. انا ما موجود احتمال يكون ما اخذ. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا. 3 كيلو يعني استغربت الدكتوره قالت لها زايد 3 كيلو زين بالشهر الخامس. بالشهر الخامس ها؟ هي ماشي على السادس، خش على السادس. يلا زين بعدين ما عندها سكر يعني ما عندها شيء. طيب بس بتجي جينا بتاخذ مانجا، يمكن من المانجا. مانجا لانه سكريات زين. الحين تسمع الاجابه ان شاء الله. تسمع الاجابه. شكرا لك. شكرا. تفضلي دكتور. طبعا الزياده هي بتكون زياده احيانا طبيعيه، اللي هي بس احنا بنحددها بقصتي انه اذا كانت هي اوفر ويت، اذا كانت وزنها زايد، او اذا كانت في الوزن الطبيعي بدايه الحمل، او اذا كانت عندها سمنه. بعد ذلك بتحدد هي ممكن تزيد 12 كيلو، ممكن تزيد 7 كيلو، ممكن تزيد هنا. إذا حددنا إنه هاي الزيادة زادت زيادة طبيعية فوق المعدل، الحالة دي بنشوف
إذا كانت هي تقلي كثير القلي الدهون يعني دائما السمنة بتجينا من حيتين، يا من النشويات يا من الدهون. أوكي. إذا كانت هي طبيعة طبخها كله مثلا قلي ومغقال، وفي الحالة دي بيكون الوزن بيزيد. إذا كانت السكريات كثيرة مثلا عصاير وكثير بتاكل عيش وكثير بتاكل هنا، برضو في الحالة دي ممكن يكون برضو الوزن زايد. وبعد ذاك يكون ليه هي بتميل لي هاي وهاي؟ أوكي. لأنها الوزن ذات الوجبة ما متوازنة. وعصير المانجا هذا عصير المانجا ما مضر إذا ما عندها سكري، ما هنا بس ما تكتر فيه. هنا أبغى أسأل سؤال أنا بالنسبة للمرأة الحامل، شو الوزن المثالي اللي ممكن تزيد فيه خلال فترات الحمل؟ خلال فترة الحمل ممكن يعني الوزن الطبيعي للزيادة الطبيعية في الحمل خلال 9 شهور 12 كيلو من بداية الحمل. فإذا أحيانا بعض الحوامل فجأة في شهر مثلا يزيدوا 3 كيلو 4 كيلو، نحط في اعتبارنا أنه ممكن يكون تجمع دم مائي في الجسم، وهذا يكون عادة له علاقة بالضغط، بارتفاع في ضغط الدم، ويجب علينا أن نراجع مثلا ضغط الدم، نعطيها تشيك للوظائف الكلى ووظائف الكبد، وفي نفس الجلسة أو في نفس الكونسلتيشن لما تيجي على العيادة نفحص لها العينة عفوا البول، مراقبة للبروتين في البول يوجد ولا لا. جميل. فإذا وجد بروتين في البول طبعا بتكون جميل. من الضغط. جميل. لا حما ناخذ الأسئلة على السريع. دكتور السلام عليكم، مبروك عليكم الشهر، وخاصة أختي العزيزة الدكتورة بدرية. سؤالي عن صيام الحامل، هل نزول وزن الحامل في شهر رمضان من جراء الصيام له تأثير على صحة الحامل والطفل؟ صح، بكل تأثير على صحة الطفل، خاصة إذا كان يعني مثلا الزيادة النقاصة كان كثير يعني. كثيرة. التمر مضر للحامل صحيح أم لا؟ لا. ويسبب إجهاض؟ لا يسبب إجهاض، ولكن طبعا لا ننصح بالتمر بكميات كبيرة بالذات إذا كان عندها قابلية للسكر. جميل. إذا أحست الحامل ببرودة في الأطراف وإجهاد يجب أن تفطر؟ طبعا، لأنه هي بتكون هاي علامة من علامات نزول وهبوط السكر في الدم. زين. يقول أنا العكس، دكتورة حرمتني نقص، دكتورة حرمتي نقص وزنها 8 كيلو، هل هو طبيعي؟ غير طبيعي طبعا، تنزل 8 كيلو أكيد، لأنه هي ممكن عندها لوحة استفراغ فهي الأشياء، فلازم تراقب مع دكتورتها طبيبة النسائية. هذا أحمد دكتورة تعرفين شو عنده؟ البارحة جالعين ضرسه وينزف. انزين. وتم، وهذا ما صار عند الدكتور. اليوم قال يا بشرك وقف النزيف، كلت سكرين. زين الأشياء الباردة. الحين حرمته هي اللي قاعد ينزل وزنها، ودها الدكتور لازم تشوف طبيبتها النسائية. انزين. طيب تفضلي دكتورة إذا عندك سؤال تبغى تسألينه. انزين، نرجع حق صيام المرأة الحامل. انزين دكتورة، الحين تقلتينا بعض الأمراض والأشياء اللي تصيب المرأة واللي هي يعني يستحب أن هي تفطر. انزين، لو بغينا بس نبى نصايح يعني على السريع مثلا المرأة يعني الحامل، ونصايح ثانية حق المرأة المرضع. بالنسبة للمرأة الحامل في خلال الصيام، إذا هي يعني افتراضا كانت صحتها متمتعة بصحة الحمد لله جيدة وقدرت أنها تصوم، فأنصح طبعا أنه هي فترة الصيام لازم تتسحر يعني تتسحر زين، تسحر عدل، ومن ساعة ما تفطر على تمرتين أو 3 تمرات حسب السنة، وبعدين تشرب حليب أو لبن، تأخذ قسط من الراحة اللي هي سبحان الله من السنة، إحنا قسط الصلاة تصلي وترجع تأكل الوجبة الرئيسية، والوجبة الرئيسية يجب عليها أنها تكون شاملة كربوهيدرات، شوية من الخبز شوية من الرز، تأخذ بروتين حسب لحم أو دياي أو سمك، ويستحسن يكون مشوي ما يكون مقلي، وتأخذ طبعا السلطات والخضار والأشياء اللي فيها فايبرز، لأنه هاي بتمنع الإمساك، لأنه في الحمل وبالصيام يكون تعرضها للإمساك أكبر من غيرها. بالإضافة أنه من ساعة الفطور لين السحور تحاول تأخذ سوائل زيادة عشان ما يصير عندها جفاف، لأنه الجفاف
في أشهر الحمل بالذات من السادس لين الثامن مثلا يؤدي إلى أنه يصير عندها تقلصات وولادات مبكرة أحيانا. إحنا نلاحظ أنه في فترة رمضان كثير تكثر عنا المرضى اللي بيجوا الحوامل يجوا عندهم ألام وعندهم تقلصات وبسبب أنه هم متعرضين لا من الصيام ما يشربوا سوائل زيادة. دكتورة وشو بالنسبة مثلا لممارسة الرياضة المرأة الحامل في شهر الصيام أو مثلا اللي يصيروا مثلا صلاة التراويح أو ما أعتقد التراويح فيها مشكلة لأنه هي ممكن مثلا إذا تعبت تيلس مثلا تصلي وهي جالسة ما في مشكلة، لكن الرياضة أعتقد أنه هي شوية يعني ما ترهق نفسها لأنه ممكن لمجرد أنها تفقد سوائل بعد أنه مو زين في الحمل. هاي بالنسبة للمرأة الحامل. شو بالنسبة للمرضى النصائح الصحية اللي ممكن المرضى تقدمها؟ طبعا إذا قدرت تصوم نفس الشيء تكثر من السوائل بس كمية الأكل تكون أكثر شوي. أنصح أنه ما تأكل الوجبة الرئيسية مباشرة يعني على طول وقت الفطور، تقسمها لكم بورشن يعني 4 مرات 5 مرات تأكل وهي يعني أقسام صغيرة، وهذا عشان ما يعرضها للتخمة أو تحس أنه هي المعدة الممتلئة والتعب. جميل. طيب عندنا سؤال من الجزائر يقول أنا من الجزائر والله أني أحبك في الله وعندي طفلة صغيرة عمرها 9 شهور، ما هو الطعام الصحي للسنان الجيدة يعني أظن للسن هذا شو فلور. إيه طبعا بالنسبة لتسع شهور خلاص يعني فترة الرضاعة كاملة يعني ممكن نبدأ في عملية الفطام. ممكن بعد ذاك تبدأ بقصة النشويات اللي هي زي الرز أو زي البطاطس بتكون طبعا مسلوقة وبعد ذاك بتكون مهروسة، ومنها بعد ذاك بتكون تأخذ فواكه برضو تكون مسلوقة ومهروسة، وبعد ذاك في الشهر الثامن ممكن نبدأ في قصة بيض مسلوق الصفار، وبعد ذاك ممكن نأخذ في اللحمة أو قطعة الدجاج يعني برضو مهروسة على أساس إنه تبدأ يعني هنا كله أسبوع تبدأ بحاجة لحد ما تتأكد إنه ما في أي تحسس من أي واحد، وبعد ذلك بتواصل. جميل جميل. إذا نحن منوقف استقبال الإجابة على سؤال المسابقة اليوم اللي هو كان شو دكتورة سؤالنا؟ السؤال اللي قلناه عن فوائد الصيام الصحية. نقول إجابات مرة ثانية. نقول الإجابة. إنزين إحنا أنا قلت 3-4 خيارات. شو رأيكم الدكاترة؟ رقم 4. رقم 4. كل ما سأستاهلون الجائزة. جميع ما سبق إن شاء الله. جميع ما سبق. منسحب على الفائز اليوم. ولد أخوي فيه سكري وآخر 3 ساعات وجهه يستوي مشحوب. هذا ابن أخوه يقول عنده السكري في الصيام الظهر يخلوني يصوم فآخر 3 ساعات يصير وجهه شاحب. إذا هو طفل أعتقد معناته بياخد إنسولين، فأعتقد أنه لازم يلجأ لطبيب وما أعتقد أنه بيحتاج أنه يصوم. صح؟ ما شاء الله عليكم دائما مواضيعكم مميزة ومهمة ومفيدة جد جد. موضوع اليوم فادني وايد عساكم على القوة يعطيكم العافية. والله هذا ريال يحاتي حرمته وايد ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. ايه. المرأة الحامل محتاجة لزوج انه يعطيها سبورت وايد محتاج يعني الحالة النفسية للمرأة الحامل وايد تلعب دور. فيقول هذا الولد يحاول معه يقول له افطر وما يطيع يفطر، فهذا الشيء ممكن يأثر عليه دكتورة؟ يأثر عليهم بيأثر عليه، خاصة إذا كان يعني المفروض يكون في جهاز فحص يعني أي على طول. يكون إنه في هبوط في السكر ولا في شيء المفروض يفطر مباشرة. طيب إذن إجابة السؤال اليوم فازت معانا إيمان فرج شعبان. إيمان فرج شعبان هي الفائزة معانا اليوم. ممكن أن بعد البرنامج إن شاء الله بيتواصلوا معاك في هيئة الصحة وبيخبرونك كيفية استلام الجائزة. عموما هم الجماعة قالوا لنا على بداية الأسبوع القادم بيبتدون إن شاء الله يوزعون الجوائز عليكم، فبيتواصلوا معاكم في هذا الإطار. مبروك يا إيمان. ومبروك مبروك يا إيمان. إن شاء الله. دكتورة أمل كلمة أخيرة في أقل من دقيقة. طبعا أهنئ المستمعين والمستمعات بشهر رمضان المبارك، وعسى أنه يعيدوا علينا وعليكم الأمة الإسلامية بكل الخير والبركة، وأتمنى لكل الحوامل وكل المرضعات أنه يكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، واللي تقدر تصوم إن شاء الله الله يوفقها وإن شاء الله يمر وقت الصيام على خير، ويلتزموا بالأكل الصحي والسوائل الزيادة في خلال فترة الفطور من الفطور لين السحور،
وتتسحر جيدا وتتبع التعليم اللي تعطيها إياها طبيبتها. شكرا لك دكتورة أمل. ست البنات يلا. أنا بقول المرأة يعني المفروض الوجبات تكون يعني هي من 3-4 وجبات في اليوم بالوقت، وبعد ذلك تأخذ الصحن الطبق الصحي على أساس أنه إذا وزعت الطبق بتاعه وسط هنا الربع بتاع الطبق على أساس أنه بروتين لحمة سمك دجاج، والربع الثاني بيكون عبارة عن النشويات إذا كانت خبز أو عيش، والنص الكامل بعد ذلك بيكون عبارة عن الخضروات والسلطة والفواكه بالإضافة للبن والروب بالإضافة لأنه تشرب كمية زايدة من الماء خلال فترة هنا من 8-12 كوب. شكرا لك يا ست الكل. طيب شكرا شكرا لك دكتورة بدرية. العفو. وإحنا دائما نقول بعد نذكر أن دين دين يسر صح طبعا، وإحنا دائما قبل ما نبدأ نصوم رمضان خاصة للمرأة الحامل أو المرضع أن تراجعين طبيبك المختص وبيعطيك الخطة المناسبة لصيام شهر رمضان، وهو اللي بيقرر إذا حالتك تسمح أو ما تسمح. هذه القاعدة الأساسية. وطبعا ضيوفنا نورتونا اليوم في الاستديو وما قصرتوا على المعلومات اللي هاي جدا قيمة، ونتمنى لجميع مستمعينا كنا إخفاف عليكم، وندري إن أنكم صايمين وتعبانين بس إن شاء الله المعلومات هاي استفدتوا منها. شكرا لك دكتورة بدرية الحرمي. شكرا لك دكتورة أمل الخضرة وست البنات مكي أخصائية التغذية العلاجية في مستشفى لطيفة. شكرا لكم مستمعينا. وفي الختام إن شاء نسيت مخرجنا عيسى سبيل، شكرا لك وشكرا لك ميرا الغفلي ما قصرتي اليوم. راد سويتي دعاء ها في العمرة ميرة. انزين كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.